طيور الجنة تزهو بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جنى أنا بأسألك بعض الأسئلة أنتي جاوبي. نبدأ؟ يلا نبدأ. كم عمرك؟ أنا عمري 13 سنة. لو عندك أخ إيش تسميها؟ هلا أنا محتارة في كتير اسمين كتير بحبهم، ندى وشام ورزان. إيش هواياتك؟ كرة السلة والسباحة. شو سيارة أحلامك؟ سيارة أحلامي هي كوربت. حب الشعر طويل ولا قصير؟ لا هذا ولا هذا، أنا بحب النص يعني، لا يكون كتير طويل ولا يكون كتير قصير. وين عايشي؟ عايشين بالكويت، بالكويت الحبيبة. شو تستخدمي لشعرك؟ ما بستخدم إشي يعني، شامبو وبلسم، إذا بتحمم شامبو وبلسم وبس، وكريم شعر يعني مش أكثر. أكثر دولة تحبيها؟ هلأ إحنا أنا بكل دولة لي ذكريات معينة، فما بقدر يعني أحدد، يعني أنا كل الدول بحبهم، فكل الدول يعني. أنت موالد كم؟ أنا 2008. مين قدوتش في الحياة؟ طبعاً رسول صلى الله عليه وسلم، وبعديها ماما وبابا. كم عمر جاد ويا؟ جاد ويا تحصيره 10 بشهر 9 إن شاء الله يعني. أنتي صف كم؟ هلأ إحنا بالعطلة الصيفية حالياً، بس أنا صف 7 وطالعة 8، يعني بعد هاي العطلة حصير 8. هل بتحطي مكياج؟ أنا ما بحط مكياج، مو مضطرة أبدا يعني إني أحط مكياج، يعني ما له داعي بحس. متى تتحجبي؟ يعني قريبا راح أتحجب إن شاء الله، يعني ما راح أطول إن شاء الله. كم عمرك؟ من شهرين صرت 13.